فعالية رسم، نحن نتعلم مبادئ سكتش في جو من المرح والسعادة، وهذه الفعالية نقيمها عبر مؤسسة عهود جي جي للفعاليات. والحين باخذكم بجولة تاخذون نظرة كاملة على المكان كله. هذا جهزوا بالورد الجميل، وحطيت الخامة الأساسية اللي القلم الرصاص اللي هو بنستخدمه اليوم إن شاء الله. هنا هذا القلم الرصاص، وطبعا المبادئ حتكون بالقلم الـ HP، وفي هنا نماذج لطريقة الستيل لايف مع شرح للخامات الأساسية، وهذه تتمة المكان. شركات قاعدين يرسمون، وبعضهم خلصوا اللوحات حقتهم، بعضهم لسه قاعدين يرسمون الى الان. فبنشوف الحين. I enjoyed, you know, very much. It is my first workshop, and you know, I get very important points from you, and you know, it's amazing, and I want to continue this. Please, you know, keep more workshops. Perfect. Thank you very much. ايش رايك في الورشه اليوم؟ حبيتيها؟ حبيتها جدا واستفدت منها، وكانت ورشة ممتعة. عبارة جديدة بالنسبة لي ان نطلع نسوي اطار اللوحة، ان نقسم اللوحة الى ثلاث اقسام او ثلثل، يعني نركز على الابعاد. بالنسبة لبعض اللوحة هاي يعني لازم نحط، يعني نطالع شيء من جميع الجوانب. انا بصراحة جدا استفدت وطلعتي فعلا مواهب مضبوطه عندنا. شكرا كثير، يعطيك العافيه، فعلا انه احنا نحضر كثير من هاي الورشه. الله يسعدك، يعطيك العافيه. شكرا.